السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بما اننا في شهر شعبان واول يوم في شهر شعبان، كل عام وانتم بخير. كل حد فينا بيحاول ازاي يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويستعد لشهر رمضان، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال ذلك شهر يغفل عنه الناس. بين رجب وبين رمضان شهر شعبان بيغفل عنه كثير من الناس، مع انه الشهر اللي بترفع فيه الاعمال الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة اخبرتنا يعني كان يصوم حتى نظن انه لا يفطر، وكان يفطر حتى نظن انه لا يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الشهور ليه بعد شهر رمضان كان كمان شهر شعبان. انا النهارده هحكي لكم حكايه جميله جدا، وهي حكايتي انا وحكايه مصحفي. واحنا صغيرين في الازهر كانوا دايما بيسلمونا في كل مرحله من المراحل جزء مصحف من المصاحف، يعني مصاحف اجزاء صغيره كده اللي احنا كنا بنحفظ فيها، كنا بنرتبط بيها ارتباط غير عادي، وكنا بنشخبط فيها وبنعلم فيها على الايات اللي احنا بناخدها او الاجزاء اللي احنا كنا بنحفظها خلال ما كنا بنتعامل كطلبه بتدرس وكده. المهم فترة بقى لما ابتدينا ندخل اعدادي وكده، كان الله يرحمه الدكتور سيد طنطاوي، كان شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي، كان عامل لنا مصحف بس كان حجمه كبير جدا وكان مفسر تفسير سهل وبسيط، تفسير ليه هو، لكن ما كناش بنحفظ فيه. انا شخصيا ما كنتش بحفظ فيه، ما تعودتش ان انا اقرأ فيه، لان كنا متعودين على الحفظ على النسخة اللي اكيد كلكم عارفينها دي، وكانت احب النسخ ليا في الفترة دي ان انا احفظها. حاجة بقى كانت بتحصل معايا من وانا صغيرة، كنا مثلا نروح مسابقة من المسابقات، الشيخ كان بيحفظنا، فكنت انا من اول من الكبار اللي في المسجد، يعني من البنات الكبيرة اللي بيحفظوا مع الشيخ وكده. فكان الشيخ علشان يميزنا ويحببنا اكتر في حفظ القرآن كان بيعمل ايه؟ كان بيدينا الهدايا بتاعتنا اجزاء من القرآن، فاحنا كنا حقودين شوية، كنا نبص بقى على الهدايا اللي مع الولاد الصغيرين، إيه مثلا برواز، ساعة، منبه، لعبة، اي حاجة من الحاجات دي كانت بتستفزنا قوي، ونقول احنا كمان كنا عايزين هدايا من دي وجوائز من دي. ما كناش عارفين قيمة المصاحف كمصحف، لكن كنا عارفين ان هي مصحف جديد هحفظ فيه الوقت اللي جاي او السنة اللي بعدها. كل وقت من الاوقات كان المصحف بالنسبه لنا بنحب شكله، بنحب طار الكلمات اللي جواه ككتابه وكده، فكنا بنرتبط بالمصاحف. طيب انا بقى هحكي لكم حكايه المصحف اللي انا ارتبطت بيه. كلنا مرت علينا مصاحف كتيره جدا في حياتنا، لكن وانا في ثالثه ثانوي كان في مدرسه جميله جدا كان كل الطلبه بيحبوها، وكنا بنستنى الحصه بتاعتها علشان بس نشوف ضحكتها ونشوف كلامها ونشوف قعدتها كده وهي قاعده تتكلم معانا عن القران وعن الصحبه الصالحه وعن فضل القران. كانت معلمه القران، كان اسمها استاذه شاديه. كانت مش شاديه دي كنا بنحبها جدا، وفي حصه من الحصص بتاعتها كلنا كنا بنجري كده قبل ما هي تيجي الفصل نسلم عليها الاول بره، ونجري بسرعه كلنا علشان نقعد علشان ننتظرها. كنت انا واصحابي كنا واخدين صف كده في ثالثه ثانوي، كنا مسيطرين يعني في اولى وثانيه وثالثه ثانوي كنا بنقعد فيه، فكنا قاعدين في اول ديسك كده كلنا. فهي قالت يا حبايبي انا معايا مصحف، مين ياخد مصاحف هبه؟ المصحف ده هديه او صدقه او هبه هي هتديه لحد، لكن هي هتقول اسرع حد هيجي ياخده مني هو اللي هياخده هديه. المهم في بنات اتكسفت كتير جدا، بس طبعا انتوا عارفين انا ما فوتتش اللحظه دي، جريت على طول قمت يعني بسرعه وخدت منها المصحف ده. ده المصحف اللي اديتهولي ميس شاديه. لما خدت منها المصحف طبعا اصحابي ابتدوا يتضايقوا بقى يتنمروا عليا. المهم حطيت المصحف معايا في الشنطه، فضل المصحف ده معايا احفظ فيه من وقت ثالثه ثانوي او اقرا فيه لغايه وقتنا هذا. المصحف الوحيد اللي فعلا انا مرتبطه بيه. وسبحان الله زي ما يكون الثواب اللي كانت مش شاديه عايزه تاخده اديتهولي انا، علشان كل لما افتح المصحف هي كمان تاخد من الثواب اللي انا هقراه فيه. بالرغم من الفترات اللي الواحد بيأثر فيها في قراءة القرآن، ومن الأوقات اللي الواحد يعني مش عايزة أقول لفظ ما يصحش، لكن ساعات بالدنيا لما بتاخدنا بنهمل وكده، إلا إني فعلا مش بحس كمان بارتباطي بالقرآن الكريم علشان كلام الله، لأ أنا كمان مرتبطة بالمصحف بتاعي ده. علشان كده هتلاقوا كل حد فيكم ليه مصحف معين مقرب ليه وبيحب يحفظ فيه. والمصحف ده بقى بالنسبه لي يعني انتوا لو بصيتوا عليه هتحسوا فيه كده ارتباط ما بيني وما بينه، يعني بيتهيألي لو حد غيري فتحه مش هيعرف يحفظ فيه، بالرغم ان هو يعني
هو كده ايه شكله، انا نفسي طبعا اقربه لكم اكتر، لكن انا بحس ان انا بس اللي فاهمه اقرا فيه، وان انا لو عايزه اطلع الصوره المعينه هعمل كده هطلعها، وهطلع الجزء اللي انا حابه ان انا اطلعه. دي الحاجه اللي انا عايزه اقولها لكم، ان انتوا يعني انا لما من فتره كده ممكن اقول مثلا من ممكن 4 أو 5 سنين كنت بعمل، يعني كنا بنفلتر الكتب اللي عندنا والحاجات القديمة، فوقع معايا أجزاء من بتاعتنا وإحنا صغيرين أنا وإخواتي، فكان في جزئين كده، جزء المجادلة وكان جزء تاني كده صغير، صور صغيرة، فكان بالنسبة لي الله إيه ده، إيه الجمال ده، وكان عليه تواريخ كنا بنكتب عليه التاريخ، كنت بعلم علامات اللي هي الأجزاء اللي هنحفظها والأجزاء اللي الشيخ هيحفظها لنا والمراجعة ومش عارفة إيه، فكان الله يعني حاجة جميلة جدا، ريحة الأيام القديمة. فالمصحف كمان بتاعك حافظ عليه علشان أنت ترتبط بيه، وفي نفس الوقت بيبقى فيه ارتباط بكلام الله وارتباط بيه هو كمان كمصحف، يعني كلام الله باقي على وجه الأرض. لكن لما بنسمع عن حد مثلا من أعداء ديننا حرق الكلام الله فبنتضايق قوي، ده حرق المصحف. بس هو المصحف بالنسبة لنا مش بس علشان هو كتاب الله، كلام الله. يبقى ايه هو القرآن الكريم؟ لو جينا نعرفه، القرآن من الجمع والضم، ومعناه كلام الله المحفوظ بين لفتي المصحف، من اول سورة الناس، مش كترتيب نزول لكن كترتيب كتابي، من اول سورة الناس الى نهاية سورة البقرة. يعني هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا ينفع نهمله ولا ينفع نسيبه، دايما ارتبطوا بالمصحف بتاعكم اللي هتقرأوا فيه وتخلوه صاحبكم معاكم في كل مكان. دي الحاجة اللي أنا كنت عايزة أقولها لكم. حاجة تانية كمان عايزة أقول لكم، إن في حاجة كده أنا بعملها بحس إن هي يعني كده حاجة يعني بحسها مختلفة، يمكن ما فيش عليها دليل ولا حاجة. طبعا احنا عارفين إن في أدعية كتير جدا جدا في القرآن، وممكن لو حصرناهم عددا حاجة وعشرين دعاء. الأدعية دي كل حاجة فيها بليها فضل، وإحنا عارفين إن في حاجات في القرآن وأسرار وحاجات محدش لسه قدر يوصل لها ولا حد قدر يعرف معناه. ساعات كتير بحس ان انا لما بكون مقصرة في قراءة القرآن او كده، وبص على المصحف كده حيث ان هو وحشني، اروح افتح المصحف بتاعي مرة وبص على آية كده تستوقفني، واحب قوي ان انا الآية دي تفضل في ذهني او اتعلق بيها قبل ما انام، يمكن اشوف رؤية حلوة ولا حاجة، اقرأ عنها، احس بمعنى كده معين ما حسيتوش قبل كده. اعتقد ده بيحصل لنا كلنا، يعني مثلا الصور الصغيرة اللي بتلمس قلبنا زي مثلا سورة الضحى وسورة الشرح وقصار الصور عامة، كل مرة بتقرأها بتحس بمعنى غير المعنى اللي قبله. كل ابتلاء بتمر بيه تقرأ مثلا سورة الضحى أو أي سورة فيها طبطبة كده بكلام ربنا على قلبك، بتحس فيها بمعنى تاني وإحساس جديد. هو ده اللي أنا عايز أقوله لكم. يعني كمان إحنا في مقام التعلم يجوز إن إحنا نعلم في المصحف بتاعنا بحاجة لا تشوه معناه، وما يعني زي ما أنت شايفين مثلا إن إحنا إيه نحافظ على الكتابة، مش إن إحنا نطمس معالم المصحف فعلا إن هو يبقى خريطة كده من جوه، لأ، بس إشارات صغيرة بالقلم الرصاص بتاعنا كده بخط رفيع نقدر نعمل إشارات، وده أجازه العلماء في مقام التعليم، يعني طول ما إحنا طلبة بنتعلم في كتاب الله. طيب ممكن نعمل ايه؟ يعني هي فكرة ممكن تعجبكم، ممكن تعملوها. كل صورة بنقرأها، كل صورة، يعني مثلا هجيب الصور الصغيرة، مثلا صورة الشعراء هي 3، بحبها جدا الجزئية اللي هي الآيات مثلا من 77 ل 83 أسفة لغاية مثلا 91. الآيات دي جميلة جدا، اللي هي الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، الآيات الجميلة دي فأنا معلمة عليها علامات جميلة قوي. قبلها في الصفحة اللي قبلها إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، فحط تحتها خط. فساعات قوي لما تحس ان انت كده تفتح كده تقرأ دعاء من أدعية القرآن، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير في القصص مثلا، يا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي في القصص، في الصفحة اللي قدامها تعمل حالة كده من القرآن، فجدد في قراءتك. يعني كان أحد الناس اللي أنا أحسبهم على خير كان بيقول أنا أحب أقرأ القرآن في شهر رمضان مرة قراءة مجردة، إن أنا عملت أول ختمة، مرة تانية قراءة وبص في التفسير أتعلم حاجة جديدة، مرة تانية قراءة تدبر. قراءة تدبر دي يعني تستوقفني بقى الآية كده وأقعد أركز بقى. هو بيبقى عندهم وقت ده كله النية، لو ظبطت النية بتاعتك إن أنت عايز تعمل هتعمل. علشان كده احنا في فترة
فيها فراغ وبنضحك وبنهزر وبنفتح. يعني لو ما كناش عندنا حتى لو ساعة واحدة في اليوم، انا مش بقول ان احنا طول اليوم، لا، هي حتى لو ساعة في اول النهار او في اخر النهار قبل ما تنام بتاعتك انت بقى، بتبقى فيها مع كلام ربنا، كلام ربنا الجميل ده انت بتستحضره كده في ساعة لوحدك في خلوة كده مع نفسك، فبتستعيد بيها حاجات حلوة كتير وبتمحي اثر حاجات سيئة وقعت فيها كتير علشان تنساها، هو ده اللي هيعينك عليها. اتمنى يكون حكاية مصحفي النهاردة استفدتوا منها حاجة، واتمنى ان انتوا تحافظوا على المصاحف بتاعتكم وتخلوا القرآن كده منور بيوتكم ومنور قلوبكم، وان شاء الله يا ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا كلنا صالح الاعمال. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.